عمقها 60 متراً وعرضها يتجاوز 20 متراً. ظهور حفرة ضخمة في المغرب بعد أكثر من 20 يوماً على الزلزال. على غرار ما حدث في تركيا بعدما ضربها زلزال مدمر مطلع العام، تفاجأ سكان إحدى المناطق القروية بضواحي مدينة الجديدة في المغرب بظهور حفرة ضخمة بشكل مفاجئ، الأمر الذي أثار الرعب بين السكان. منطقة الجديدة لم تشهد من قبل حفرة كهذه. البعض ربط ظهورها بالزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، على الرغم من أنه وقع في إقليم الحوز جنوب مراكش، والجديدة تقع بعيداً باتجاه الساحل. لكن أمراً مماثلاً حدث في تركيا بعد الزلزال الذي ضرب كهرمان مرعش، حيث ظهرت بعد فترة قصيرة حفرة مماثلة في مدينة قونية البعيدة عن منطقة الزلزال أيضاً. السلطات المغربية أغلقت محيط الحفرة لتفادي سقوط أشخاص فيها إلى حين إجراء التحقيقات اللازمة.